ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم طلابنا؟ How are you؟ درسنا اليوم بعنوان سبورت الرياضة لصف العاشر في كتاب النشاط. كان عنوان درسنا هو سبورت الرياضة. في عنا مجموعة من النصوص، أوكي؟ سنتعرف إلى ثلاث أنواع من الرياضات أو السباق. أنواع السباق: كامل ريسينج، سباق الجمال. كامل ريسينج، سباق الجمال. كامل ريسينج is an ancient Bedouin sport that has become more and more popular in recent years. إذن سباق الجمال is an ancient Bedouin sport. هي رياضة بدوية قديمة that has become التي أصبحت more and more popular، شائعة أكثر فأكثر في السنين الأخيرة. Races take place in the desert. السباقات تحدث أو تجري في الصحراء. As well as on new official tracks. بالإضافة إلى مسارات رسمية جديدة. One of the most famous of these is العين 10 كيلومتر long. Is the 10 كيلومتر long العين track outside أبو ظبي city. إذن أحدهم أو أحد السباقات الأشهر من هذه هي the 10 كيلومتر لطول 10 كيلو long العين تراك. إذن مسار العين الذي يبلغ طوله 10 كيلو خارج مدينة أبو ظبي. Racing camels start training when they are 6 months old. الجمال تبدأ بالتدرب عندما يكون عمرها 6 أشهر. And begin to race. وتبدأ بالسباق when they are 3 years old. عندما تصبح أو يكون عمرها 3 سنين. Good camels can race for 10 or even 20 years. الجمال الجيدة يمكن أن تتسابق لعشر أو حتى 20 سنة. In the UAE, the racing season starts in September and continues through the winter. في الإمارات العربية المتحدة the racing season starts يبدأ فصل السباق في شهر أيلول ويستمر حتى through the winter عبر الشتاء ويستمر حتى الشتاء. Races usually take place on Fridays and national holidays. السباقات عادة ما تحدث أيام الجمعة وفي العطل الوطنية. They are colorful occasions with riders dressed in traditional clothes. هي تكون مناسبات ملونة ومع راكبي أحصنة يرتدون ملابس تقليدية. أوكي، ننتقل للسباق الثاني. Horse racing، سباق الأحصنة. Thoroughbred horse racing started in England in the 17th century. سباق الأحصنة الأصيلة Thoroughbred Horse Racing إذن سباق الأحصنة الأصيلة بدأ في إنجلترا في القرن السابع عشر in the 17th century. Thoroughbred means الأصيلة الأحصنة الأصيلة means تعني أو يعني a breed of horses هو نسل من الأحصنة أو سلالة من الأحصنة which is a mixture of animals والتي هي مزيج من الحيوانات from North Africa or Turkey and Britain من شمال أفريقيا أو تركيا وبريطانيا. The most famous English race is the Derby which started in 1789 and has taken place every year since then. The most famous English race. إذن السباق الإنجليزي الأشهر هو الديربي، سباق الديربي والذي بدأ في 1789 واستمر أو يحدث كل سنة since then منذ ذلك الوقت. Other famous European races are the Prix de l'Arche de Triomphe in France and the Irish 2000 Guinness. Yes. إذن سباقات أوروبية أخرى هي سباق النصر في فرنسا وسباق جينيس 2000 في إيرلندا أو الإيرلندي.
In the USA, USA races are on dirt tracks, but in Europe they are on grass. إذن في الولايات المتحدة الأمريكية السباقات تكون على مسارات طينية، لكن في أوروبا تكون على الأعشاب. Races vary in distance between 200 meters and 1.6 kilometers. تتنوع السباقات في المسافة ما بين 200 متر و 1.6 كيلو متر. Horses usually start race at the age of 2. الأحصنة تبدأ بالسباق في عمر السنتين. Young horses race at faster speeds and over shorter distances than older animals. Young horses, الأحصنة الصغيرة تبدأ السباق بسرعات سريعة ولمسافات قصيرة than older animals من الحيوانات الأكبر سنا. أوكي، ننتقل للسباق الثالث والأخير. Greyhound racing. Greyhound racing. Greyhound means is a kind of dogs. هو نوع من الكلاب، يسمى الكلاب السلوقي. إذا سباق الكلاب السلوقي. The Greyhound breed is thousands of years old. إذا نسل الكلاب السلوقية هي من عمر آلاف السنين، أو هو بآلاف من السنين. The pharaohs kept them as pets and hunting animals, and there are drawings of early greyhounds on the walls of ancient Egyptian buildings. The pharaohs, الفراعنة, kept them, احتفظوا بهم كحيوانات أليفة, as pets, and hunting animals, وحيوانات الصيد. And there are drawings, ويوجد رسومات, of early greyhounds, للكلاب السلوقية الأولى على جدران الأبنية المصرية القديمة. When greyhound racing started in England over 1,000 years ago, عندما بدأ السباق الكلاب في إنجلترا منذ أكثر من ألف سنة، it was a sport for kings and important people, not only for ordinary people. إنه كانت رياضة للملوك والناس المهمين، ليس فقط للأشخاص العاديين، للناس العاديين. Modern greyhound racing on tracks started in California, USA in 1919. في حين بدأ سباق الكلاب السباق الحديث للكلاب في كاليفورنيا الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1919، when Owen Patrick Smith thought of a way of making dogs run around a sacred track. عندما فكر أوين باتريك سميث بطريقة لجعل الكلاب تدور حول مسار دائري. He invented a mechanical lure وابتكر مصيدة ميكانيكية that greyhounds chased حيث الكلاب طاردتها. Because they thought they were hunting a real animal. لأنهم ظنوا بأنهم يطاردون حيوانا حقيقيا. When the new kind of greyhound racing arrived in Britain in 1926, it was an immediate success. عندما وصل النوع الجديد لسباق الكلاب إلى بريطانيا في عام 1929، فقد كان نجاحا مباشرا. أوكي، ننتقل أخيرا للمفردات المتعلقة بالنصوص. Vocabularies, المفردات. Racing, سباق. Track, مسار. Breed, نسل. Distance, مسافة. Draw, يرسم. Take place, يحدث. Thoroughbred horse, حصان أصيل. Dirt, تراب أو طين. Greyhound, كلاب الصيد. Official, رسمي. Vary, يتنوع. Hunting, الصيد. Chase, يطارد. Circular دائري. Popular شائع. Training تدريب. National وطني. Circular دائري. انتهينا طلابي من درسنا لليوم. Thank you for your careful listening.